إذا ضمن دروس العلوم الفيزيائية لمستوى الجدول المشترك العلمي مادة العلوم الفيزيائية، درس اليوم هو الموصلات الأومية لكونديكتور أوميك. في هذا المثال لدينا لوحة إلكترونية بها عدة موصلات وتحمل هذه الموصلات ألوان، ولدينا موصل على اليمين وموصل آخر هنا. كتذكير هذا الدرس يدخل ضمن دروس الكهرباء مثل التيار الكهربائي الذي رأينا ودرس التوتر الكهربائي. إذن أولا ثنائيات القطب، كتعريف ثنائي القطب الكهربائي هو كل مركب كهربائي أو تجميع مركبات كهربائية تحتوي على مربطين. الموصل الأومي كتعريف، الموصل الأومي هو أيضا مركبة إلكترونية. إذن ثنائيات القطب هي التي تحتوي على مربطين أو قطبين، مثل العمود أو بطارية هي أيضا ثنائية القطب، وكذلك التلفاز فهي ثنائية القطب من ثنائيات القطب رغم أن بها عدة مركبات إلكترونية. إذا كتعريف الموصل الأومي، الموصل الأومي ثنائي القطب غير نشيط يتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة R، وحدتها في النظام العالمي للوحدات هي الأوم ونرمز لها بأوميغا. إذا كمثال من بين الأشياء التي رأينا في المستويات السابقة قانون أوم، مثل هذا الموصل الأومي له مقاومة R يمكن تحديدها من خلال هذه التجربة. إذا التجربة تحتاج إلى الدارة الكهربائية التالية: عمود قابل للضبط، جهاز فولتمتر، جهاز أمبيرمتر. إذا نحتاج إلى جهاز فولتمتر، جهاز أمبيرمتر. جهاز الفولتمتر هو المركب بالأزرق مباشرة مع المولد، مولد التيار، وكذلك جهاز الأمبيرمتر المركب على التوالي مع الموصل الأومي. إذا الموصل الأومي هو اللي عندنا في الأزرق. إذا في هذه الحالة لدينا شدة التيار هي 0.08 أمبير والتوتر هو 2.96، يعني 3. وهذه القيم سنسجلها، سنسجل قيمة التوتر وسنسجل قيمة شدة التيار التي يعطي لنا الجهاز الأمبير. ثم نغير، غيرنا الآن وجدنا 0.17 أمبير ووجدنا 0.9 أو 6 مباشرة. إذا 5.96 هي 6 مباشرة. إذا ثم نسجلها في جدول هنا 9 تقابلها 0.96 أمبير. نجمع المعلومات في جدول هو هذا. يمكن تحويلها إلى مبيان إما باستعمال برنامج إكسل أو برنامج آخر مثل أوبن أوفيس الموجود في لينكس، وكذلك يمكن إذا كما سنلاحظ الآن يمكن أن نحن اعتمدنا على أوبن أوفيس، فيه برنامج يشبه الإكسل أو مثل الإكسل ديال مايكروسوفت، فقط هو مجاني. إذا لدينا الآن هي القيم وضعناها، ثم نحولها إلى مبيان ديسبيرسيون ثم إكس و إيغريك، ثم نأخذ اختيار. إذا سنحصل على مبيان، وهذا المبيان نديرو ليه نسخ ثم نضعه في الوثيقة ديالنا. نلاحظ أن هذا خطية وبالتالي لها تشبه فهي مستقيم، وبالتالي لها العامل الموجي أو المعامل الموجي. المعامل الموجي هو الذي يمثل لنا المقاومة. يتناسب التوتر بين مربطي موصل الأومي اضطرادا مع شدة التيار. إذا هنا قانون أوم، التيار الذي يمر في الموصل الأومي يحقق العلاقة التالية: توتر U A B يساوي R في E. إذا كان ملحوظات، مجموعة من الملحوظات التي سنسرد هنا، يمكن التعبير عن قانون أوم بطريقة أخرى، هي أن E شدة التيار تساوي التوتر على R، وبالتالي غتوعدنا E تساوي واحد القيمة في U. إذا القيمة هي الجي، والجي نضعها هي شنو هي واحد على R. إذا الجي هي واحد على R والجي عندها اسم. إذا ولا الموصل الأومي كيتميز بجوج الحوايج. إذا مواصلة الموصل الأومي هي اللي كنعبر عليها بالجي، ووحدتها سيمنس، وعندنا R هي المقاومة اللي كنعبر عليها بأوم. إذا عندنا جوج ديال الحوايج، مع العلم أن المقاومة هي المقلوب ديال المواصلة والعكس. في اصطلاح المستقبل التوتر U وشدة التيار لهما نفس المنحى، لهما منحيان متعاكسان. مقاومة سلك فلزي طوله L ومساحته مقطعه هي S. إذا هنا سنأخذ هذا المثال، سنضع يعني قلم الرصاص ونأخذ المادة الموجودة في الوسط وهي موصلة، وسنلاحظ بأن مقاومتها تتغير بتغيير الطول. إذا مثلا هنا كمية كبيرة من هذه المادة، سنقرب منها
وسنضع بين مربطي اوم متر، وسيسجل لنا المقاومة، ونلاحظ بأنها تنقص كلما نقصت المسافة، نقصت الطول ال، وبالتالي سنتوصل إلى هذه العلاقة على أن المقاومة تتناسب اضطرادا مع طول المقطع، وتتناسب عكسيا مع مساحة مقطع، بحيث أنه المقاومة مقاومية ووحدتها وحدتها أوم متر. إذن هذه المقاومية اللي غنربطوا لها ب غو تتعلق بنوعية السلك وتسمى مقاومة السلك، ويعبر عنها بالأوم متر. نعم، إذن مثلا النحاس له قيمة مختلفة عن الحديد، عن أي موصل. إذن الموصلات كلها، مثلا سلك من النحاس أو النحاس بطبيعته 1.7 × 10⁻⁸ أوم متر، وبالنسبة للحديد 9.6 × 10⁻⁸ أوم متر. ننتقل الآن إلى تجميع الموصلات الأومية. إذا التجميع عرفنا بأن كاين تجميع على التوازي وتجميع على التوالي. إذا التجميع على التوالي، إذا نعتبر موصلين. إذا الدراسة النظرية، في هذه الدراسة نعتبر موصلين أوميين مقاومتهما R1 و R2 مركبين طبعا الحال على التوالي، لكن كم تساوي R إيكيفالون، يعني المقاومة المكافئة. إذا مقاومة الموصل الأومي، إذا الذين كما تلاحظون موصلين مركبين على التوالي يكافئان موصل واحد. إذا حسب قانون أوم، U سي بي تساوي R1 في E، و U AC تساوي R2 في E، و U AB تساوي R تساوي المقاومة المكافئة في E. وحسب قانون إضافية التوترات أن التوترات تجمع بالنسبة للموصلات المركبة على التوالي، لدينا التوتر ديال الموصل الأول زائد التوتر ديال الموصل الثاني كيساوي التوتر ديالهما معا. إذن إضافية التوترات، ونعيد كتابة UC بي كتساوي R1 E، و EAB تساوي R2 E، ثم نحصل على العلاقة الموجودة عندنا بالأصفر، وهي أن R يعني المقاومة المكافئة تساوي مقاومة الموصل الثاني زائد مقاومة الموصل الأول. الآن ننتقل إلى هذا المثال. إذا كانت R تساوي مثلا R1 تساوي 10 مثلا، إذا كانت R1 تساوي 10 و R2 تساوي حتى هي تساوي 10، إذا يعني المقاومة الأولى تساوي 10 والثانية تساوي 10، هذا كيعني بأن المقاومة المكافئة تساوي 20 أوم. إذا 20 أوم، إذا نظرا لتطبيق العلاقة التالية أن R المكافئة تساوي 20 تساوي 10 زائد 10 تساوي 20، وهذه العلاقة. إذا نظريا وجدنا هذه العلاقة. الآن غادي ندوزو تجريبيا. إذا تجريبيا يعني خصنا نعتبرو دابا الآن خصنا نعتبرو نعتبرو موصلين أوميين معا، ونضع نضعهما في بين 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 مربطي أوم متر لتحديد قيمة كل مقاومة. إذا الدراسة التجريبية، باستعمال جهاز أوم متر نقوم بقياس R1 و R2 و R المكافئة و R إيكيفالون. في هذا المثال الذي رأينا فيه R1 تساوي 10، أما عادة نحن لا نأخذ 10، إذا نأخذ هذه التجربة في هذا المثال. إذا لدينا المقاومة الأولى قيمتها R تساوي 100، R1 تساوي 0.103 كيلو أوم، اللي هي 103 أوم. إذا احنا خدينا تقريبا، إما ناخذ هذه القيم هذه أو ناخذ القيم التي تم قياسها. القيم التي تم قياسها بالضبط هي 103، وسنرى بأننا عندما سنقوم بقياسها في المرة الثانية عند حالة التوازن، عندما يكون في التوازن سنلاحظ. إذا الآن سنقوم بقياس مقاومة المجموع، إذا مقاومة موصلين مركبين على التوالي، ونلاحظ بأنها 205-206، يعني أن 103 زائد 103 وبالتالي هي 106. إذن هذا يعني بأن المقاومة المكافئة هي مجموع مقاومتين ديال R1 و R2. إذن توصلنا إلى العلاقة التي تم إيجادها في الحالة أو في الدراسة النظرية. إذن من الآن لقينا R إيكيفالون سوى R1 زائد R2. الآن سنمر إلى
إلى خلاصة أن المقاومة المكافئة هي مجموع مقاومتين موصلين مركبين على التوالي. إذا هذا هو المثال، عندنا مقاومتين مركبتين على التوالي، وهذه هي R، هي المقاومة المكافئة. وتعميما لهذا الأمر، ما يكونش عندنا جوج مقاومة، يمكن يكونوا ثلاثة أربعة الموصلات، خمسة ستة. إذا في هذه الحالة خصنا نديروا المجموع. إذا بصفة عامة، مركبة المحصل عليها هي تساوي مجموع المركبات سي لا صوم، إذا من إي كتساوي إن، من إي تساوي واحد حتى إي تساوي إن ديال إر إي. إذا هو موصل أومي، إذا مجموع موصلات مركبة على التوالي فهو موصل أومي. شحال المقاومة ديالو؟ هي إر إيكيفالون اللي كتساوي المجموع ديال المقاومات. وشحال المواصلة ديالو؟ هي المقلوب ديال المواصلة ديالو كتساوي المجموع ديال المقلوب ديال المواصلات ديال كل موصل أومي. الآن التجميع على التوازي. إذا الدراسة النظرية، إذا نعتبر موصلين أوميين مقاومتهما على التوالي R1 و R2 مركبين على التوازي. فيما يخص هذه الطريقة النظرية، سنعتمد فقط على الحساب وعلى قانون أوم، وبطبيعة الحال على استعمال قانون العقد. إذا نعتبر أن R مقاومة الموصل الأومي المكافئ. نلاحظ الرسم، هناك R1 و R2 على التوازي تكافئ R equivalent، إذا U AB. بتطبيق قانون العقد في النقطة A، هاي عندنا النقطة A كتبان لنا، وكتبان لنا كذلك النقطة A في الجهة مكافئة، وعندنا النقطة B هي عقدة عندها E تساوي E1 زائد E2، أي مجموع التوترات أو مجموع التيارات الخارجة من العقدة تساوي شدة التيار الداخلة إليها. إذا مع أن E E1 تساوي U1 على R1، و E2 تساوي U2 على R2، ثم E تساوي U AB على R equivalent. وكنلاحظوا بأن بما أنهما على التوازي فلهما أو بين مربطيهما نفس التوتر، إذا U AB تساوي E1، U1 تساوي U2، وبذلك العلاقة السابقة تصبح كما يلي: أن U AB على RE تساوي U AB على R1 تساوي U AB على R2، لأن نما نفس التوتر. وبالتالي سنعمل ب U AB في العلاقة الأولى، نعوض E و E1 و E2 نعوضهما بقيمتهما. بعد الاختزال ب U A B نجد أن 1 على R المكافئة تساوي 1 على R1 زائد 1 على R2، أو بكتابة G، إذا G إيكيفالون المكافئة تساوي G1 زائد G2. إذا كخلاصة بسيطة، مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب مقاومتي الموصلين المركبين على التوازي. ثم الآن الدراسة التجريبية. إذا الدراسة التجريبية كما رأينا فيما سبق بأن هناك طريقة لقياس من طبيعة الحال باستعمال جهاز أوم متر، نقوم بقياس R1 و R2 و R إيكيفالون. إذا سنقوم بثلاث قياسات، وبطبيعة الحال القياسات الأولى قمنا بها فيما قبل. هذا مثال فقط، عندنا R1 تساوي 10 و R2 تساوي 10. وإذا أما الآن سنقوم بتجربة بموصلات أخرى. انظر إلى هذا الموصل، فهو موصل أومي، كنلاحظوا الألوان التي يحتوي عليها، وبطبيعة الحال ليست دائما نفس الألوان وليست نفس الشكل. ولكن الآن في هذه التجارب التي نقوم بها الآن نستعمل نفس الموصل، نفس الموصلات الأومية. إذا لدينا الموصلين المركبين على التوازي R1 و R2، ثم لدينا المقاومة المكافئة هي اللي غنسميها R equivalent. إذا R1 كتساوي 103 أوم، R2 كتساوي 103 أوم، و R إيكيفالون غادي نقوم بحسابها أو بقياسها الآن لأننا في إطار التجربة. نربط الموصلين الأوميين على التوازي كما تلاحظون، ثم سنقوم بقياس هذه المقاومة المكافئة لهما معا باستعمال جهاز الأوم متر. إذا نربط أو نضع مربطي الأوم متر بين 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 A و B اللي عندنا في الرسم. إذا نلاحظ بأن عندنا 52 أوم، إذا هي 0.52
كيلو اوم، اذا هي 52 اوم، وبالتالي الان سنقوم بعملية الحساب. اذا سنحسب مقلوب 103، مقلوب يعني ار واحد اللي كيساوي، نحاول نحسبوه. اذا سنجد 0.00971، اذا 0.00971. اما 1 على 52 يعني 1 على المقاومة المكافئة، سنجد 0.00192. اذا هذه هي المجموع، اذا مجموع العدد الاول زائد العدد الثاني كيعطينا العدد الثالث، وبالتالي ف 1 على ار ايكيفالنت تساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2، وبالتالي هذه العلاقة هي التي تم التوصل اليها نظريا، وبالتالي فهي محققة. اذا جانبيا، اذا لدينا موصلين على التوازي يكافئ موصل واحد. تعميم، اذا وبصفة عامة المقاومة المكافئة لعدة موصلات اومية ذات مقاومات ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 حتى الار ان، فهي شنية، فهي موصل اومي مركبة على التوازي، تعطينا العلاقة التالية، ان هذا الموصل المكافئ مقاومته مقلوبها هو مجموع مقلوب المقاومات الاخرى، والمواصلة هي مجموع المواصلات. اذا الان سنمر الى شيء اخر وهي المعدلة. اذا المعدلة فهي عبارة عن موصل اومي يتم التحكم في مواصلة في مقاومته. اذا تعريف المعدلة، مركبة كهربائية تتكون من سلك فلزي مكون من أشابة الحديد والنيكل، ثم يتم تغيير في المقاومة. إذا هذه أيضا معدلة أخرى صغيرة مركبة إلكترونية تستعمل في الأجهزة، إذا يمكن بتحريك هذا الزر تغيير في المقاومة الخروج. إذا سنقوم الآن جانبيا بقياس أو بملاحظة التغيير. إذا المقاومة كلها هي 1 ميجا أوم، يعني 1000 كيلو أوم، وبالتالي في الخروج يتغير حسب هذا الزر. إذا يمكن أن نحصل على مقاومة كبيرة مثل هنا، ويمكن أن ندير هذا الزر للحصول على مقاومة أقل. إذا نلاحظ بأنك تنقص المقاومة إذا حتى تصبح الآن تصبح صفر. إذا وهكذا هناك عدة معدلات بحال هذه اللي شفنا الآن. إذا الآن فين كنستعملوا المعدلات؟ تستعمل المعدلات في مقسم التوتر. إذا ما يكون لدينا توتر كبير كيف يتم ضبطه؟ إذا نستعمله للحصول على منبع قابل للضبط انطلاقا من منبع ثابت. مثلا عندنا 6 فولت وكنا بغينا 3 فولت، بغينا 2 فولت، بغينا اقل، اذا يمكن استعماله في هذه الحاله. اذا نستعمل تركيب مقسم توتر، ونستعمل لهذا الغرض موصلا اوميا مقاومته قابله للضبط معدله بتطبيق هذه التبيانه. اذا كما تلاحظ لديك مولد التيار ثم معدله. اذا U A B، انظر من A الى B اش كتساوي؟ كتساوي R من A B، المقاومة كلها في E. وأما U C B شنو كيساوي؟ R C B في E. إذا كنتيجة سنحصل على إذا الآن توتر الخروج هو U C B. إذا U C B ماذا يساوي؟ يساوي مقاومته اللي هي R C B على المقاومة الكلية اللي هي R A B في U A B. وكتلاحظ إمتى كي U C B كيساوي U A B؟ كيتساوى ملي كتكون R C B هي R A B. إذا الآن لدينا تجربة أخرى وهي في المختبر معدلة. كيف نربط المعدلة؟ نربط المعدلة على التوازي مع المولد مع خط التيار. اذا لاحظوا فهي تم تركيبها على التوازي، ثم بعد ذلك سيتم قياس توتر الخروج، مع العلم ان توتر الدخول 6 فولت هنا في هذه الحاله. اذا توتر الخروج كتلاحظوا بانه كيتغير،
غادي كيساوي 5، دابا وصل 4، وإلا نزلنا الزلقة تم تغيير الزلقة إلى الأسفل سنحصل بطبيعة الحال على قيمة أخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.